السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسعد الله مساكم بالنور والسرور في حلقه جديده من برنامجكم مساء الامارات وعبر قناه ظفره في كل ما يهم الامارات يا هلا ومرحبا الساعه طبعا يا هلا ومرحبا الساعه مشاهدينا بعدنا في وسط الاسبوع اكيد وان والجر... شاء الله مستمرين معاهم لنهايه الاسبوع اليوم عندنا اليوم قضيه مهمه جدا ان شاء الله في حوار المساء نحن تتابعونها طبعا مشاهدينا اذا حابين تكون تواصلون ويانا في حوار المساء راح فيكم عبر طبعا هواتفنا اللي ظاهره على الشاشه اما الان نحن بنأخذكم الى اهم لليوم عدالة عمياء وقانون يخذل المغفلين وهناك من يصطاد في الماء العكر. قصة مليئة بالامل والتحدي في فقرة مكاني بينكم. طيران في الارض ومغامرة على كرسي ابتكار يجمع النقيضين. هذه كانت أهم فقراتنا إلى حلقة اليوم خلنا نطلع معاكم ونسافر مثل الآلة الجديدة على نشرة الأخبار مع زميلة شيماء الشمري مرحبا بكم وإلى نشرة الأخبار وصل البلاد اليوم فخامة الهام علييف رئيس جمهورية اذربيجان في زيارة رسمية للدولة وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة ابو ظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحه وأجريت لفخامة الرئيس الأذربيجاني مراسم استقبال رسمية حيث عزفت الموسيقى السلامين الوطنيين لجمهورية أذربيجان ودولة الإمارات العربية المتحدة، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف البلاد. بعدها صافح فخامة الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة. في حين صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين المرافقين للرئيس الأذربيجاني. كما كان في الاستقبال معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي. والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واسم الشيخ منصور بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة واسم الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان وزير الخارجية وسعادة الدكتور محمد أحمد هام القبيسي سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان وعدد من كبار المسؤولين في الدولة ويرافق الرئيس الأذربيجاني وفدا يضم معالي المار ممديروف وزير الخارجية ومعالي شاهين مصطفايف وزير الاقتصاد والصناعة وسعادة نوروز ممدوف نائب رئيس جهاز رئيس الجمهورية رئيس قسم العلاقات الدولية وسعادة داشقين شيكاروف سفير جمهورية أذربيجان المعين في الدولة شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشرقه صباح اليوم في مدرسه فيكتوريا الدوليه فعاليه برنامج الابتكار في التعليم باستخدام تطبيقات اي توينز لشركة الأجهزة الذكية العالمية أبل حيث قدم أحد أعضاء الهيئة التدريسية شرحا تفصيليا حول البرنامج والتطبيق الذكي المستخدم لتطوير العملية التعليمية كواحد من مصادر التعلم الحديثة وبين مدى فعاليته في توصيل المعلومات وترسيخها لدى الطالب بأسلوب مبتكر وكيف بإمكان البرنامج أن يسهم في مساندة المعلم في عملية متابعة الطالب بطريقة تفاعلية. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد اليوم سعادة فرانك مولن سفير المملكة الهولندية الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة يرافق السيد روبرت دي ليو قنصل عام هولندا في دبي. ورحب سموه خلال اللقاء بالسفير الهولندي، متمنياً له طيب الإقامة وتعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين في مجالات عدة. استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي، رئيس مركز دبي المالي العالمي في مجلسه بزعبيل، ظهر اليوم اللورد سير جون توماس، رئيس السلطه القضائيه ورئيس المحاكم في المملكه المتحده وويلز والوفد المرافق له. رحب سموه باللورد والوفد المرافق، معربا سموه عن سعادته بتلك الزياره التي تفتح افاقا جديده للتعاون بين الطرفين. واشار سموه خلال اللقاء الى مساعي الجهات الحكوميه الراميه لتعزيز الاستثمارات في اماره دبي بما يعود على الاقتصاد الوطني بالازدهار مؤكدا سموه على الجهود البناءه والمبذوله لتحقيق رؤيه قيادتنا الحكيمه في توفير بيئه عمل قاطبه ومثاليه تتماشى مع الاطر العالميه كما وجرى خلال اللقاء مناقشة الأمور المتعلقة بالمشاريع المستقبلية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي والتقرير السنوي الخاص بها وطموح إمارة دبي بالريادة في كافة المجالات بشكل عام والمجال الاقتصادي القضائي بشكل خاص استقبلت مالي الدكتوره امل عبد الله القبيسي رئيسه المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس في العاصمه ابو ظبي سعاده ديونيزيوس زويس سفير الجمهوريه اليونانيه لدى الدوله جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير علاقات الصداقه والتعاون بين دوله الامارات العربيه المتحده وجمهوريه اليونان في مختلف القطاعات بما يعود بالفائده على البلدين والشعبين الصديقين كما تم التأكيد على أهمية تعزيز علاقات التعاون البرلمانية وتبادل الزيارات بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان اليوناني. ووجهت معالي القبيسي دعوة لرئيس البرلمان اليوناني لزيارة دولة الإمارات في الوقت الذي يراه مناسبا لتدعيم أواصر التعاون البرلماني بين الجانبين والبلدين الصديقين. اشادت معاليها بعمق علاقات الصداقه والتعاون التي تربط البلدين وحرص قيادتي البلدين على دعم وتعزيز علاقتهما في مختلف المجالات قال سمو الشيخ زعب زايد ال نهيان مستشار الامن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لاماره ابو ظبي ان مبادره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدوله رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بعقد الخلوه الوزاريه الموسعه للامارات ما بعد النفط والجلسات والنقاشات الغنيه والمعمقه التي نتجت عنها جاءت لتعبر عن التجربة الإماراتية الفريدة في مجال التنمية والبناء تلك التجربة القائمة على وضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بمواجهة التحديات وإيجاد الحلول المبتكرة التي تضمن استمرار عملية التنمية وتحقيق أهدافها جاء ذلك خلال حضور سموها عمل اليوم الثاني من الخلوه الوزاريه الموسعه التي اختتمت امس الاحد في منتجع باب الشمس بدبي بعد انطلاقها يوم السبت بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدوله رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن آل نهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحه والهادف الى وضع برنامج اقتصادي اماراتي مستدام ومتنوع لا يكون معتمدا على النفط ترأست حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله سمو الأميرة هي بنت الحسين رئيسة مجلس الإمارات للتمريض والقبلة رئيسة سلطة مدينة دبي الطبية الاجتماع الأول لمجلس الإمارات للتمريض والقبلة لعام 2020 وستة عشر. وذلك بمركز دبي التجاري العالمي. حضر اجتماع مع علي عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحه اضافه الى عدد من رؤساء ومنسقي اللجان العلميه التابعه للمجلس. استمعت سموها خلال الاجتماع لعرض حول اهم التوصيات والمخرجات للملتقى السنوي للجان العمليه اللجان العلمية لمجلس الإمارات للتمريض والقبالة التوجهات المستقبلية والذي عقد بتاريخ الحادي عشر يناير من هذا العام بدبي تضمنت هذه التوصيات استعراض لتوجهات المجلس وخططه لعام 2016 حتى العام 2018 تحت رعاية كريمة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أطلق اللواء الدكتور ناصر الخربان النعيمي اليوم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للإنترنت الآمن تحت شعار معا لنجعل الإنترنت في الإمارات أفضل استخداما. الزميل أيمن مصبح والتفاصيل في التقرير التالي. برعايه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه اعلن اللواء الدكتور ناصر الخريبان النعيمي الامين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه رئيس اللجنه العليا لبرنامج خليفه لتمكين الطلاب اقدر عن انطلاق فعاليات اليوم العالمي للانترنت الامن في دورته الثالثه عشره تحت شعار معا لنجعل الانترنت افضل استخداما للعام الثاني على التوالي بالتعاون مع اكثر من 30 وزاره وهيئه اتحادية ومحلية والمؤسسات الخاصة. دولة الامارات من الدول المتميزة في انها احتفلت باليوم العالمي لاستخدام الآمن للإنترنت وللسنة الثانية على التوالي، طبعا هو الاستخدام للإنترنت اليوم هو أمر محتم ولكن كيف نستخدمه بشكل آمن؟ كيف نقدر نوعي أطفالنا وابنائنا؟ هذا هو التحدي واللي لازم مننا نتغلب عليه بتوجيهات من سيدي نائب رئيس مجلس الوزراء. وزير الداخلية سمو الشيخ بن زايد الله يطول عمره وجهنا أن يكون تحت مظلة برنامج أقدر وهو برنامج الشيخ خليفة لتمكين الطلاب هذا البرنامج أخذ على عاتقه التوعية الإلكترونية كيف نوعي الطلبة وطبعا الحمد لله تم تدريب أكثر ما, أكثر ما يزيد عن 33 ألف طالب وطالب خلال هذه المبادرة أيضا أكثر من 600 محاضرة تم إطلاقها في جميع مدارس الدولة للتوعية أيضا الآمنة عن استخدام الإنترنت تدريب أكثر من 12500 معلم ومعلمة على التوعية الإلكترونية بشكل كامل خصصنا تقريبا 10 آلاف كتاب وطبعا في هناك كثير من الفعاليات اللي بتواكب هذا الحدث مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل يوجه توعيته الى كافه شرائح المجتمع الى الاطفال الى اولياء الامور الى العاملين والمتخصصين في مجال الطفوله نوعيهم وننبههم كيف يتعاملون مع هذا الانترنت تعامل امن ايضا نوصي اولياء الامور بالجلوس مع مع اطفالهم وتوعيتهم بكيفية الاستخدام الآمن. نوصيهم أيضا بوضع الضوابط الوالدية. الآن الأجهزة الذكية توفر الضوابط الوالدية اللي ممكن من خلالها إن الطفل ما يدخل المواقع اللي ما تتناسب مع عمره. وتوصية أيضا الأطفال أنه بمجرد أن يتعرض إلى تهديد أو يتعرض إلى خطر أن يبلغ ولي أمره حتى يستطيع أن يحميه ويبلغ الجهات المعنية. طبعا انطلق اليوم المؤتمر الصحفي اليوم العالمي للانترنت اه هذه المناسبة التي تحتفي بها دولة الإمارات العربية المتحدة اه إيمانا بدورها وأهميتها ومسؤوليتها تجاه النشر اه تم تخصيص ما يزيد عن 200 ألف درهم اه كمسابقات طلابية في مجال التوعية الإلكترونية تم تخصيص عشرة ألاف كتاب في مجال التوعيه بمخاطر الانترنت وياتي هذا منسجما مع اليوم مع عام القراءه وكذلك تدشين ألف مكتبه متحركه و شاشه الكترونيه راح توزع على كافه الجامعات والمدارس بغرض تنميه التوعيه الالكترونيه وكذلك ايضا تشجيع هذا الجيل على التعاون السليم مع الانترنت. واكد اللواء الدكتور ناصر الخريبان النعيمي في مؤتمر صحفي عقده برنامج خليفه لتمكين الطلاب اقدر اليوم في فندق فيرمونت باب البحر بابو ظبي ان انطلاق هذه الفعاليات ياتي لترسيخ مفاهيم العمل المؤسسي المشترك بين جميع المعنيين من الوزارات والهيئات الاتحاديه والمحليه والمؤسسات الخاصه ومؤسسات المجتمع المدني ومختلف افراد المجتمع احتفالا بهذه المناسبه. ايمن مصبح قناه الظفران. اكد العميد الركن احمد بن حسن عسيري المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي ان هناك اليه لاستهداف قواعد الاشتباكات عندما تقوم قوات مسلحه باي عمل عسكري موضحا ان عمليه تحديد الاهداف هي التاكد من صلاحيه الاستهداف من خلال دراسه بيئه الهدف نفسه وورود المعلومات من البيئه نفسها نقلت وكالة الأنباء السعودية واسعة ناسيري خلال مؤتمر صحفي عقده ليلة الماضية عقب إعلان قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن تشكيل فريق مستقل عالي المستوى في مجال الأسلحة والقانون الدولي الإنساني لتقييم الحوادث وإجراءات التحقق وآلية الاستهداف المتبعة وتطويرها إن العمليات تنفذ في مناطق لا تتواجد فيها قوة التحالف ولكن يتواجد فيها عناصر تابعه للحكومه اليمنيه الشرعيه اضافه الى وسائل الاستخبارات المختلفه التي تاتي من الاقمار الصناعيه من الطائرات دون طيار وطائرات الاستطلاع وغيرها من المصادر وان التحالف يحدد الاهداف العسكريه في اليمن وفقا لمعلومات استخباريه دقيقه قبل التعامل معها لفت ايضا عسير الى ان ميليشيات الحوثي تحتمي باقرب مناطق سكنيه عند استهدافها واحيانا تحتمي بالمستشفيات التي تعد من الاهداف المحظوره على احداثيه العمليات العسكريه في اليمن. وحول ما زعم الميليشيات الانقلابيه في اليمن بسقوط ضحايا مدنيين جراء قصف التحالف، اكد عسير ان هذه المزاعم عاريه عن الصحه وتروج لها تقارير اعلاميه وادعاءات منظمات حقوقيه لا تستند الى حقائق على ارض الواقع اقتصاديا نصح محللون اقتصاديون المتعاملين باسواق المال حاليا باخذ مبدا الحيطه وعدم التسرع في البيع والشراء اما جلسه تداول اليوم الاثنين اغلقت بتغير المؤشرين المحليين لنتابع أما الآن وفيكم بدرجة الحرارة العظمى والصغرى في مدن دولة الإمارات لليوم. النشره اشكركم لحسن المتابعه وبنلقاكم على خير باذن الله حياكم الله مشاهدينا في حوار المساء، اليوم نتحدث عن القانون اذا ما كان يحمي او لا يحمي المغفلين وهي عباره طبعا قد يراد بها مارب كثيره. هل السذاجه وحسن الخلق ونقاء السريره كفيله بان تنقذ صاحبها ولا تضعه تحت طائلة القانون هناك ايضا مقوله بان العداله عمياء ولكن متى تقع البصيره على المبصر؟ وتعمل القلوب والعقول؟ ومتى يدافع القانون عن حسن الخلق؟ وتبصر العداله ما لا يراه القانون؟ اسئله كثيره تدور في فلك القانون وحسن النوايا او خبثها ما بين عقاب رادع او درس قاسي. اليوم يسرنا ان يكون معنا الاستاذ ابراهيم الحسني محامي ومستشار قانوني نرحب فيه. يا اهلا وسهلا فيك. حياك الله. الله يسلمك. الله يسلمك، طبعا نحن عندنا تقرير عن هذا الموضوع نشوف ماذا يحدث في السوق. او في الشارع الاماراتي ومن ثم نعود للحوار ان شاء اذا مشاهدينا الى هذا التقرير في حوار المساء وعودة بعد قليل إن القانون كمعنى ضرورة لا بد منها للجماعة وحاجة لا يستغنى عنها للبشر في هذه الحياة الدنيا فبالقانون تنظم الجماعات وتوزع العدالة وتوجه الشعوب فالقانون ليس شيئا خارجا عن الجماعة او مستقلا عنها وهو اداة في خدمة الناس وسد حاجاتهم وكل قانون لا تتحقق في نصوصه هذه الوظيفة يفقد مبررات وجوده يقوم سريان القانون في المجتمع على بديهية اساسية تتمثل بقاعدة عدم جواز التذرع بجهل القانون فالاصل في القانون انه يصبح نافذا بعد نشره وفقا للاصول، وتكمن قوه النفاذ في القانون نفسه، وهي لا تحتاج لاي اثبات لعلم المواطن بمضمون القانون لكي تكون فاعله، ولا يمكن للقانون ان يكون فاعلا وان يساوي بين المواطنين اذا اتيح الادلاء بجهله لكي يستبعد تطبيقه، فالقانون يطبق على الجميع ويسري على الجميع، علموا ام لم يعلموا بمضمونه، والقاعده هي انه لا يجوز التذرع بجهل القانون. الجهل بالقانون او عدم العلم ببنوده لا يعفي الشخص من المسؤوليه اذ اصبحت الثقافه القانونيه احد متطلبات الحياه الكريمه خاصه في دوله الامارات أستاذ إبراهيم طبعًا مثل ما شفت في التقرير يعني بصراحة القانون مطبق في كل الأحوال سواء كان لديك وعي بالقانون أو لا يوجد لديك وعي بالقانون فلا بد طبعًا أن يكون هناك وعي قانوني فحدثنا عن هذه الأمية طبعًا مع هذه الحياة العصرية والتغيرات الكبيرة من سنة لأخرى بسم الله الرحمن الرحيم أه القانون بكلمك عن عن نفسي بشكل شخصي طبعا أول شيء أنا قبل ما أدرس القانون أنا درست مجالات أخرى. وبعدين دخلت في مجال القانون قبل قبل هاي المرحله ما كنت اعي اهميه القانون جميل ومدى العمق اللي, اللي يتدخل فيه القانون بكل فروعه في كل مجالات الحياه شوف هذه دوله طبعا انشئت وقامت بقانون وتدار بقانون وكل مفاصلها يسير بقانون نعم هذه القناه مؤسسه أو شركة أيا كان شكلها القانوني. ونحن نقول شكل قانوني. صحيح. أنشئت بقانون وتدار بقانون، وأي شركة في العالم تفض بقانون صحيح. أو تحل بقانون. أنت كإنسان تزوجت وأنجبت بالقانون. وتأكل وتشرب وتشتري أكلك وشربك بالقانون. م. تخرج وتدخل بالقانون، فالقانون يدخل في جميع مفاصل الحياه. هو مسار الحياه. وهو الذي يسير حياه كل طبعًا انسان وكل مؤسسه، كل شخص طبيعي او اعتباري. كل شيء على على ارض هذه الدوله او ارض اي دوله المفروض ان يسيره قانون. طبعا. من هنا تنبع او تظهر لنا او تبرز لنا اهميه ودور القانون في حياه الانسان وحياه المجتمع وحياه الدوله. نعم. اغفال هذا الجانب نهتم باشياء كثيره ونغفل هذا الجانب المهم الذي يسير كل مفصل من مفاصل حياتنا يوقعنا في الكثير من الاشكالات صحيح. والكثير من الاضطرابات وقد تتدمر حياه ناس كثير يعني عدد كبير من الناس بسبب اغفالهم الجانب القانوني في حياتهم او في تعاملاتهم سواء الشخصيه او الماليه او التعاملات المدنيه مع الاخرين عامة يعني. نعم طيب الان انت ذكرت الامر بان القانون حاله لابد ان يتم معرفتها ولكن نحن لا نستطيع ان نفرض على المجتمع بكافه يعني فئاته انهم يقرؤون القانون ولكن هناك قوانين وتشريعات اصدرتها الدوله بشفافيه حتى يستطيع المجتمع ان يكون لديه وعي قانوني حتى باقل مستوى في مجريات حياته العاديه فالان الجهل في القانون يشكل عائق كبير ليس على الفرد فقط وانما على المجتمع. صحيح. فكيف ذلك؟ الجهل بالقانون اولا لا يعتبر عذرا لا يعد عذرا لاي شخص يرتكب اي مخالفه او يقع في اي جريمه لا يجوز له الاعتذار بالجهل بالقانون طبعا وهذه قاعده قانونيه. الدوله حين تصدر قانونا تنشره في الجريده الرسميه ولما نقول جريده الرسميه كثير من الناس بل انا فوجئت ان كثير من القانونيين او بعض القانونيين لا يعرفون ما هي الجريده الرسميه نعم. الجريده الرسميه سالت واحد من القانونيين قال لي الجريده الرسميه للاتحاد جريده رسميه للدوله الاتحاد والبيان والخليج هذه صحف, صحف يوميه يومي نعم. الجريده الرسميه هي كتاب تصدره الجهات المختصه يحتوي على التشريعات والقوانين التي تصدرها الدوله بمجرد نشر القانون في هذه الجريده الرسميه او في هذا الكتاب ونشر هذا الكتاب أو طرحه فإنه أصبح نافذا من التاريخ الذي يحدده القانون وأصبح مفترضا علمه عند الكافة بمعنى أن بمجرد نشره في الجريدة الرسمية في هذا الكتاب يفترض يفترض المشرع أني أنا وأنت وكل أفراد المجتمع علمنا بمحتويات هذا القانون وبالتالي الجهل بالقانون يسبب الكثير من الاشكالات. نشر الوعي، الدولة نشرت الكثير في الكثير من الوسائل، جميل. القوانين اللي تصدرها، وبذلت الكثير من السبل في تعريف الناس بهذه القوانين التي تصدر، وخاصة القوانين التي تلامس حياة الناس. صحيح. آه الان المواقع التواصل الاجتماعي طبعاً ساهمت بشكل كبير في نشر التوعية والقانون هذا من الجهة الإيجابية نحن نتحدث عن إيجابيات التواصل الاجتماعي وزارة الداخلية الحمد لله ما قصروا في النشر بشكل طبعا رسمي وبشكل محترف جدا صحيح. فلذلك إذا ما حدثنا عن فعليا بأي نسبة ممكن أن نتحدث أن تساهم مواقع التواصل الاجتماعي في نشر القانون وسائل التواصل الاجتماعي استغلت من كثير من الجهات الرسمية والأفراد أيضا استغلال إيجابي في نشر الوعي القانوني دائرة القضاء في ظبي لها الكثير من المبادرات في ولا صفحتها الخاصة ولا صفحتها الخاصة على مواقع التواصل ولها إصداراتها الجميلة في نشر الوعي القانوني على شكل دراما اللي المشاهد وينبه إلى تفاصيل قد يقع فيها الكثيرين الكثيرون يقع فيها الكثيرون لكن قد تسبب لهم متاعب كثيرة كثير أيضا من القانونيين والمختصين جمعية الإمارات المحامين أيضا كونت لجنة خاصة اسمها لجنة الخدمة المجتمعية دورها الرئيسي نشر الوعي القانوني وأنا أحد أعضاء هذه اللجنة دور الرئيسي الدور الرئيسي الدور الرئيسي لهذه اللجنة هو تعريف الناس بالقوانين وما يهمهم من هذه القوانين كثير أيضا من المحامين كان لهم ادوار ايجابيه وعلى يعني من واجب من واجبنا الواجب علينا ان نذكرهم نذكرهم بالحسنى طبعا الاستاذ عبد الله دعيفس له مبادره قديمه ولا زالت مستمره سماها قال المشرع ينشر فيها مواد قانونيه جميله الاستاذ المحامي محمد الحمادي له مبادره جميله ايضا اسمها خلك واعي ينشر فيها ايضا لمحات قانونيه على وسائل التواصل الاجتماعي، أنا شخصيا لي مبادرة اسمها دير بالك على مواقع التواصل أيضا. حتى حتى الكلمات قريبة من الشعب قريبة من الشارع الإماراتي. طبعا إن هدفنا احنا نوصل إن لأن أغلب الناس يقول لك القانون شيء يعني بعيد عنه، لا لا آه طبعا مثل التاتو أو مثل التابو أو مثل البعبع اللي يخافون منه القانون يخوف، نحن نحب نوصله للإنسان العادي الطبيعي اللي يسمع القانون ويحبه. <applause> إحنا ما, ما حتى توصل المعلومه بشكل ما قلنا لهم اخوي ابراهيم كن محامي هو ادرس القانون احنا ما قلنا بس اطلع على القانون في بالضبط. شفافيه كبيره جدا آه اذا ما اذا ما ذهبنا الى هذه الشفافيه مثل الكتب اللي اشوفها امامي لو تعرضها معم. ايضا المشاهدين هي كتب موجوده في الاسواق موجودة في المكتبات، موجودة في كل مكان ممكن الوصول لها بشكل سهل جدا، يعني مثل هذا الكتاب حتى لو إحنا إن نقول انه يعني حجمه صغير ولكن في كافة النصوص، اعرضها هذا للكاميرات. هذا الكتاب مثلا النيابة العامة في دبي مشكورة قامت بإصدار اه هذه الكتب مجموعة كبيرة وصلت الحين يمكن 14 أو 15 جزء جميل. فيها مجموعة كبيرة من القوانين المنوعة تتعلق بكافة مناحي الحياة قانون العقوبات والإجراءات الجزائية والإجراءات المدنية وقانون الأحوال الشخصية و وقوانين حتى القوانين الجديدة تم إصدارها دائرة القضاء في بوظبي أصدرت مجموعة جمعية المحامين تصدر بين فتره واخرى مجموعات من هذه القوانين وهي مطروحه في الاسواق ويمكن لاي شخص يزور النيابه العامه ويحصل يحصل على, على يحصل هذه علي. نعم. اما يعني مجانا او بمبالغ زهيده جدا، جمعيه المحامين جمعت مجموعه كبيره من القوانين وتبيعها بسعر التكلفه ايضا. طبعا. الهدف من هذا توصيل الماده القانونيه للناس باقل تكلفه ممكنه وبشكل جميل وواضح ومبسط قراءة المادة القانونية قد يشكل عند بعض الناس يعني إشكالات لأن الصياغة القانونية لها طبيعة خاصة لكن حين يعني يمر على اي انسان يقرا مثل هذه القوانين اي اشكال في فهم ماده معينه بامكان التواصل مع اي محامي او مستشار قانوني حتى الجهات الجهات الاختصاص, الاختصاص طبعًا. نعم ويسال ويسال وما في احد يبخل عليه يعني تعتبرها ثقافه ما تعتبرها قاعد تقرا قانون بيطبق بالضبط. عليك وانما بالضبط. هي ثقافه طبعا مجتمعيه انا اذكر استاذ قبل قبل ما ادخل بالضبط. كليه القانون كان احد المستشارين الله يذكره بالخير في محاكم دبي كان قاضي هناك وسألته ادخل في هذا المجال ولا لا؟ قال لي تسلى. ففعلا القانون تسليه لما تجده يلامس كل نواحي حياتك صحيح. ويرشدك الى الطريق الصحيح في كل مجال من مجالات حياتك. القانون هو تشريع. معنى كلمه تشريعات ماذا هي؟ تشريعات ان نحن نضع اليه للحياه. بالضبط مسار للحياه ولذلك لن يكون القانون غريب على الانسان سواء الانسان العادي او الانسان المتعقل تحدثنا قبل قليل عن مواقع التواصل الاجتماعي نعم. فمتى ممكن ان تكون هذه المواقع هي الشرك اللي يوقع في شباك الجهل طبعا وعدم الوعي بالقانون هل بزخرفتها او استغلالها لمثلا شعارات دوائر مختصه او بحالاتها بحالات اخرى في كثير يعني الاشكالات كثيره في مواقع التواصل الاجتماعي منها نشر معلومات خاطئة في نعم. مواقع التواصل من قبل بعض القانونيين أو غير القانونيين نشر معلومات خاطئة على مواقع التواصل بقصد الإثارة نعم. وهذه تسبب إشكالات كثيرة عند الناس وتسبب زعزعة وتشكك الناس أيضاً تربك العامة الاجتماع. تربك المجتمع بشأن هذه الوقائع اللي ينشرها هؤلاء الأشخاص ويثيرون حولها إشكالات وقد ترتب عليها أضرار على أناس طبعا. يعني وفي النهاية يكتشف إنهم براء وإنهم يعني ما عندهم ما عندهم أي شيء طبعًا كثير من المختصين نشروا صور لأشخاص وبدأوا بإثارة البلبلة على هؤلاء الأشخاص. وتسببوا في القاء القبض عليهم ولكن بعد التحقيق في في هذه المساله التي نشرت تبين انها لا تشكل جريمه وان هذا امر طبيعي وخرج الناس الى يعني هؤلاء الاشخاص الى حياتهم العاديه بعد اثبات الله. براءتهم. طبعا مواقع التواصل فيها اشكاليه ثانيه وهي انها ان المتعامل معها خفي. فسهوله التعامل معها بهذا الخفاء يجرئ المتعامل على ارتكاب الجرائم. وعلى الاعتداء على الاخرين والتطاول عليهم بدون رادع ممكن وانا قاعد معك استحي اني مثلا اوجه لك كلمات سباب او صحيح. او شتائم او اقول لك كلام سيء لكن لما اكون وراء الشاشه نعم. وخلف لوحه المفاتيح من السهل اني اقول يذهب ما اريد بالضبط وخاصه اذا كنت استعمل اسم مستعار او صوره خفيه نعم هناك طبعا تعامل جنائي مع حالات الجهل بالقانون نعم هل هناك تعامل خاص او يوضع ايضا اعتبار بانه عدم الوعي هو جهل لحن ليس القانون شأن فيه نحن ذكرنا في البدايه انه لا يجوز الاعتداد بالجهل بالقانون لكن حاله الشخص ممكن هل تؤخذ بعين الاعتبار او يعني مثلا يقدر في أو القاضي كم. في تقدير العقوبه جميل حاله الشخص الـ يعني من وعي ثقافي من, وعي من حاله ثقافي تعليميه من غيره قد يقدر القاضي نعم. هذا وقد لا ياخذ بعين الاعتبار المساله راجعه للمحكمه طبعا. في تقدير العقوبه لكن هذا الامر اللي هو الجهل بالقانون لا يرفع عنه التجريم او لا يرفع عنه العقوبه يعني لا يزيل عنه العقوبه موجوده العقوبة. نعم. طالما ارتكب الـ الـ أو الجرم هذا فهو يعاقب عليه حتى لو ما كان يدري انه هذا الفعل مجرم نعم. اخي الكريم الى اليوم في ناس ما تدري انه اعطاء الشيك جريمه. اكيد. اعطاء الشيك مجرد اعطاء الشيك مع عدم وجود رصيد هذا جريمه حتى لو كتبت عليه 60 كلمه ضمان. نعم. ما في شيء في القانون اسمه ضمان، شيك الضمان، لكن الى اليوم والى باكر والى السنه الجايه في ناس تتعامل بشيكات الضمان اكثر المشاكل الموجوده يمكن هي شيكات. ورغم صحيح يعني <applause> كميه الـ الـ القضايا التي تواجهها المحاكم وتضج الـ الـ النيابه ذرعا بها قضية التشيكات هذه لكن الناس لا يملون من ممارسة أستاذ إبراهيم ترى يكتب الواحد تشيك وحتى لو ما عنده رصيد يحس أنه شخصية شوية بالضبط زين زين المحامي الآن دوركم أنتم في المرافعة عن طبعا قضايا الأشخاص كانوا ضحية لجهل قانوني يعني الحين انت بتطلعنا ندافع عن المجرمين اللي ارتكبوا <هوه> الجرائم هو ليس ليس لا لا المجرم طبعا هو بحد ذاته مجرم نحن ولكن في حالات خاصه فنحن ناخذها من عين نح المحامين المحامين لهم دور في توضيح الحقيقه جميل والواقع للمحكمه دور المحامي في مثل هذه الوقائع تبيين القصد الجنائي ولما اقول القصد الجنائي لازم ارجع لك شوي. اي جريمه ينص عليها القانون هذا قانون مثلا قانون مكافحه جرائم الاتجار بالبشر او تقنيه المعلومات جميل. او التمييز والكراهيه او هذا قانون العقوبات اي جريمه في هذه القوانين لها ركنين رئيسيين نعم ركن مادي وهو الفعل الذي يرتكبه الشخص خلنا نمثل مثلا في جريمه القتل مثلا نعم الركن المادي وهو اطلاق الرصاصه مثلا نعم هذا ركن مادي في الجريمه وهناك ركن معنوي الذي نسميه نحن القصد الجنائي جميل وهو العلم والاراده اذا انا اعرف ان هذا المسدس به رصاصه لو اطلقتها هذا الانسان سيموت اللي امامي سيموت لو اصابته في المقتل وانا اريد ازهاق روحه نعم هنا اكتمل الركن المادي صحيح لهذه الجريمه الركنين هذيل هما اللذان يشكلان هذه الجريمه في حاله الجهل في اغلب الحالات الشخص اللي يرتكب هذه الافعال ليس عنده القصد الجنائي القصد الجنائي نعم او الجرمي اذا اذا المصطلح واضح النية الاجرامية غير متوافرة غير عنده لديه المادة ولكن يعني ارتكب جريمة اقول لك يعني قصة مثال. مثال مثال شهير اشتهر في مواقع التواصل قصة الشابين اللي صوروا مع فندق العنوان لما كان يحترق في امارة دبي في ليلة رأس السنة نعم شباب اثنين صوروا مع الفندق وهو يحترق وكانوا مبتسمين انتشرت الصورة على اساس انه يسخرون من الفندق التهمة اللي اللي تليق بهذا الفعل لو لو يعني لو لاقت هذه التهمه اقرب تهمه لهذا هي نشر صور بقصد السخريه من هيبه صحيح الدوله نعم. ان نشوف الدوله تحترق وكذا في راس السنه وهي تتجهز لاحتفالات كبيره وكذا وقالت الدوله الناس تكلموا بهذه الصيغه صحيح نعم وان هؤلاء وافدين ويعتدون على سمعه الدوله وكذا لكن والقضيه كانت يعني عندي في المكتب ونحن يعني تابعناها أمام النيابة العامة وحفظت في النهاية لسبب رئيسي صرح عنها النايب العام في وقته وقال لانتفاء القصد الجنائي نعم. أن هذه الشابين ما كان عندهم القصد الجنائي في ارتكاب هذه الجريمة بمعنى ما كان عندهم قصد السخرية اللي نصت عليه الماده اللي طبقها هنا هنا احنا ذكرنا التواصل الاجتماعي كان هنا التاثير الكبير وارباك المجتمع من خلال التواصل الاجتماعي اثرت على حياه شابين بدون مثل ما قلت انت قصد انهم يعني متوجهين باي شيء وانما كانت بالنسبه لهم يعني فرحانين ما <applause> عندهم <applause> يعني هم فرحانين براس السنة, <applause> براس السنه لكن كان عندهم قصد اخر طبعاً غير القصد اللي اللي, 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 سبحان اللي نشر سبحان الله لكن الحمد لله طبعا احنا القضاء عندنا عادل يعني القضاء عادل رغم انهم عرضوا للتحقيق وتوقفوا اكثر من من يوم لكن في النهايه النيابه العامه تصرفت تصرف ذكي وسريع طبعا وحفظت هذه القضيه هاي سمه الامارات الحمد لله شفافيه نعم عندنا والحمد لله التشريعات القانونيه اكثر بعض التشريعات اعطنا مثال لاكثر ما يجهلها الناس في وقتنا الحاضر في كل جانب من جوانب الحياه هناك ما يجهله الناس جميل لكن الجديد يعني في الغالب لا يعرفه الناس نعم يعني الكل يعرف ان القتل مجرم قانونا طبعا ان تجاوز الاشاره الضوئيه مجرم قانونا لكن التشريعات الجديده التي تصدرها الدوله بين فتره وفتره هذه يجهلها الكثير من الناس مثل قوانين مكافحه جرائم تقنيه المعلومات نعم الناس يسمعون ان في قانون لكن ما يعرفون لكن ما يعرفون ما هي الجرائم التي يعاقب عليها هذا القانون قانون مكافحه التمييز والكراهيه كثير من الافعال التي يرتكبها كثير من الناس يجرمها هذا القانون ويرتب عليها عقوبات كبيرة جدا تصل للمليونين درهم الغرامة والسجن المؤقت اللي يوصل لل عشر سنة بل أحيانا عقوبات الإعدام إذا إنسان حرض على نوع من التحريض فيه تمييز فئة معينة وتسبب في قتل شخص من هذه الفئة يحكم عليه أيضا بالاعدام حتى لو ما شارك هو مباشره او لم يامر هو مباشره بالقتل لكن كان هو المتسبب في التحريض القانون يجرم مثل هذه الافعال اه الاعتداء على الديانات الاخرى الديانات السماويه نعم. التشريع حفظ لها اه احترامها او خصوصيتها طبعا ومنع التشويش عليها او الاعتداء عليها بالسب او او الاعتداء عليها بالاهانه او غيره من الامور قوانين مكافحة تقنية المعلومات جرمت الكثير من الافعال نعم التي قد تغفل التي قد تغفل عنها العقول بسيطة مرات ولكن طبعا يعني انك تلتقط صورة لانسان مثلا في قاعد في مطعم هذا اعتداء على خصوصيته أكيد نعم نشر هذه الصورة هذا فيه اعتداء على هذا الانسان القانون يعاقب على التصوير والنقل والنشر والبث وذكر صيغ كثيره القانون حتى يغلق الباب امام الكافه من هذه التصرفات ولا لا يسمح لاحد بالقيام بهذه التصرفات اليوم اعلن في وسائل الاعلام عن القبض عن شخص قام بتصوير جواز سفر احد المشهورين نعم. ونشر على مواقع التواصل تم الاعلان عن القاء القبض عليه بغض النظر عن كونه بريء او هو لا هو الان بيه. نحن بيه. نتكلم عن فعل بغض النظر عن هذا تصرف في وقت بسمه في وقت فرحه لكن ايا يكن طبعا التصوير جواز انسان ونشره في مواقع التواصل جواز السفر هذا من خصوصياته ولا يجوز طبعا. الاعتداء طبعا. عليه لا بالتصوير ولا بالنشر امور كثيره ذكرها القانون نحن نقول القوانين الحديثه التي صدرت حديثا رغم أن الجهات المختصة والمختصين والقانونين قاموا بالتحذير كثيرا في شأن هذه القوانين تحذير الناس وتنبيههم إلى أن هناك قوانين صدرت والجهات المختصه تكلمت كثيرا لكن الناس تسمع عن صدور قانون نعم. لكن لا تسمع عن محتويات تسمع هذا طبعا القانون. اكيد طبعا نحن نشكرك على تواجدك اليوم استاذ ابراهيم هذه الكتب هي للعامه صحيح؟ نعم ومطروحه في الاسواق مطروحه في الاسواق بطبعات كثيره وايضا الجهات الحكوميه يستطيع اي من كان الحصول عليها بشكل وحتى موجوده بلغات مختلفه اعتقد نعم. بعض المكتبات طبعت موجوده دولة. نعم, نعم. اذا ان شاء الله نحن بنحاول ايضا ناخذ هذه الكتب وقوانينها مم. ونعرضها ايضا من خلال قناه الظفره ايضا كمشاركه ايضا من ومبادره من قناه الضفرة. <applause> جميل. شكرا لتواجدك اليوم معنا وشكرا على هذه الايضاحات طبعا اللي كانت مختصر ولكنها كانت في مصبها وفي مكانها الصحيح شكرا شكر لك الله يحفظك يا رب مشاهدينا الشكر خاص طبعا للاستاذ ابراهيم الحسني محامي ومستشار قانوني كان معنا في حوار المساء نلقاكم بعد قليل مع مساء الامارات ارجع ورحب فيكم من جديد واكيد مستمرين معاكم ولو أبا اشكرك عبد الله اكيد واشكر المحامي اللي كان معانا يعني موضوع جدا طبعا شيء ما شاء الله ابراهيم جدا رائع يعني كان الحوار وفي مكانه وفعلا نحن الحين محتاجينه في وسط التكنولوجيا اللي قاعد تستوي والتطور اللي في مواقع التواصل الاجتماعي والناس اللي تستخدمها غلط انها تتعدى على حريه الشخص اللي قدامه فكان حوار جدا يعني رائع يعني شو تبي ابراهيم اكثر من انه في كتب بسيطه جدا تحتوي كل القوانين اللي تكفلك التشريعات ايضا اللي تكفلك حياه يعني مسارها مسارها سهل يعني انت خلاص عندك وعي بالقانون لذلك توعين غيرك وفي نفس الوقت انت عارفين هذا صح هذا خطا هذا نعم خطا صحيح او خطا مثلا ولكن في شبهه في في اشياء يعني تقدرين تمشين فيها بشكل سهل جدا فنحن ان شاء الله بنحاول نكون ايضا من مبادراتنا نحن نتكلم عنها بشكل اسبوعي او يومي اذا ما سمحنا الشباب ان شاء الله باذن الله اكيد الحين اقدر اذكركم بمواقع التواصل الاجتماعي لقناه الضفره وبرنامجكم مساء الامارات وهي هاشتاج مساء الامارات على تويتر وات اضفره تي في على انستغرام وسلاش اضفره تي في على الفيسبوك ونبغى تواصلكم معنا اكيد على رقم البرنامج مع فتح الخط من خارج الدوله 00971561 صفر صفر خمسة ثلاثة ثمانية ستة أربعة أربعة نترى في مشاركاتكم مقترحاتكم ومقاطع الفيديو وأكيد أجمل مقطع فيديو راح نحطه معانا في فقرة السوشيال ميديا اللي تبدأ معانا في نص كل حلقة من آخر تغريدات نشرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تبدأ جولتنا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث نشر سموه هذه التغريدات بعد اختتام الخلوة الوزارية وقال سموه اختتمنا اليوم خلوه الامارات ما بعد النفط و وجهتنا الاستراتيجيه الجديده اصبحت واضحه والمبادرات سيعلن عنها خلال اسابيع إن شاء الله ذكر سموه ايضا تواجد اخي محمد بن زايد خلال الخلوه واشرافه المباشر على الكثير من النقاشات ورؤيته الواضحه لمستقبل اقتصادنا الوطني احد اهم مكتسبات هذه الخلوه. اكيد. الله يحفظك. وختم سموه بتغريده قائلا: نريد ان نؤكد لشعبنا بان الامارات بايدي امينه ومستقبلها يمضي برؤيه حكيمه ونبشر شعبنا بان القادم افضل واجمل باذن الله. اكيد. ايضا تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صور لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحه حيث لاحظوا اصابته في احد اصابع يده اليمنى خلال اعمال اليوم الثاني من خلوه الامارات ما بعد النفط وسرعان ما قاموا بالدعاء له طبعا بالصحه والعافيه وذلك عبر مئات التغريدات على الوسم تستاهل السلامه يا قلب, قلب الإمارات. الامارات اكيد السلامه لك طويل العمر ما تستاهل ما تشوف شر تصدر طبعا هذا الترند القائمه بالدوله بعد ان حقق عدد مشاهدات يزيد عن 7 ملايين مشاهده حول العالم ما علي يا شيخ عمر آمين, آمين, امين يا ربي آمين. اما عن الذكرى الثامنه لتولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي فقد خرد غرد اسفا وتفاعل الالاف تحت عنوان هاشتاغ الذكرى الثامنه لتولي فزاع ولايه ولايه البلاد العهد, العهد طبعا وقد تمنى نعم. لسموه العمر المديد والتوفيق والسداد في جميع اعماله وحقق الوسم الى حد الان عدد مشاهدات يزيد عن 88 مليون مشاهده حول العالم, العالم شاء الله. واكيد بعد بترقى لفوق ربي يحفظه ان شاء الله نختم فقرتنا مع هذا المقطع اللي نشره الفنان الاماراتي حسين الجسمي على صفحته على الانستغرام لاخر اغنيه له وحشت وحشتني دنيتي وحشتني دنيتي تفضل وحشتني <applause> كلمات خالد تاج الدين الحان وليد سعد وتوزيع طارق عبد الجابر فكره جدا جميله الاغنيه اسمعها ولا في كلمات لا هي كلمات بس بضلت من نسمعها, نسمعها. يلا يعني. <تصفيق> <لنتشوف> <تصفيق> <مخرجيني> نسمعها يلا عبد الله تبرع لما نسمعها يلا نشوف مخرج نسمع نسمعها افهم زي ما تفهم اكيد فنان حسين جسمي من المبدعين واللي غنى في كل اللغات يعني هندي غنى ما شاء الله مصري يغنى وصل <applause> لقلوب <لي> <applause> الجماهير بطريقه مش طبيعيه مش هتبقى ما الله شاء الله الرحمن يستاهل اكيد الله يعطي العافيه بعد ما سمعنا الاغنيه خلينا ننتقل معكم الى اخبار الصحف واهم عناوين واخبار الصحف الصادره اليوم الاثنين تبدا جولتنا الصحفيه بصحيفه البيان طرق دبي ترفع السرعه على شارع ام السقيم والقدره عاد بس لا تسوقون وايد يعني يا عشرة. يا عشرة بس. عشرة كيلو اول امس ما اخذ رادار <applause> يعني خليكم في بالكم ان هي 80 لان العشره احتمال بكم رادار عقبها فالله العظيم اول امس ما اخذ رادار في نفس المكان سبحان الله لو لو اليوم ما بناخذ <applause> لو صابرين على السرعه بس العشره لا والله سرعه اثنين بس فوق ال 110 112 <تصفيق> 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 سبحان الله هي يعني اول شيء لسلامتك يعني عارفين ان السرعه هاي المحدوده ان هاي لسرعتك لامان السياره وامان حتى يعني جسمك اللي يتحمل أن صدمه بيد الشارع. تذكرين سلامتك سلامتك نود لك سلام. سلامتك أيه سبحان الله لاننا الاطفال <applause> ايوه لانك الانسان هم كانوا اطفال وكبروا يا عبد الله مشاهدينا ايضا نقرا في الرؤية اغلاق ست صيدليات وانذار ثلاثه في عيمان 2015 أما في الاتحاد فنقرأ إجراءات احترازية لمنع تسرب فيروس زيكا إلى الدولة معنا مداخله هاتفيه مع سعاده الدكتور حسين الرند وكيل وزاره الصحه المساعده لقطاع المراكز والعيادات الصحيه والصحه العامه. فيروس عرف منذ سنه 1947 في اوغندا وينقل بالبعوض البعوضه المصريه التي لا توجد في دوله الامارات. هذه البعوضه ليست مستوطنه في دوله الامارات العربيه المتحده. تاثيرها على رؤوس الاطفال حديثي الولاده صغر حجم الراس وكذلك يسبب بعض الامراض العصبيه. نحب ان ننوه ان دوله الامارات خاليه من هذا المرض مرض فيروس زيكا ولا لم تسجل اي حاله في دوله الامارات العربيه المتحده. تم اجتماع اللجنه الجائحات برئاسه وزاره الصحه وتم التاكيد على الترصد ترصد الامراض في المنافذ الجويه والبحريه والبريه مثل ما قلنا البعوض الذي ينقل هذا المرض غير متواجد لكن لا قدر الله لو كان هناك في اي مسافر وصل وعنده هذه الاعراض يجب التبليغ للجهات الصحيه اكيد يعطيك العافيه دكتور حسين الرائد نعم. على هاي المعلومات وان شاء الله ما عليهم الا الامن والخير آمين. يا رب الله إن شاء الله ان شاء الله واحنا نتمنى ايضا أن يكون ايضا في توعيه ونحب نتكلم عن الموضوع أكيد. هذا لابد ان احنا ناخذه ونخبر ايضا بالدول المتواجد فيها مثل هالبعوض واكيد الدوله الحمد لله كل احتياطات على المخارج والمداخل في دوله الامارات ان شاء الله بتكون موجوده اكيد وان شاء الله يعني اللي جاي من السفر بعد يعني ياخذ باله على نفسه اذا في مثلا اي شيء او يعني اي اعراض لهذا المرض بعد يبلغ فيها اكيد عن الامن الوقائي ما طبعا يبسرون. مسؤوليه مجتمعيه أكيد. اكيد على الجميع. عندنا في الامارات اليوم نطالع اغلاق مدرسه خاصه في ابو ظبي. اكيد في شيء. نعم. في الخليج نطالع السجن خمس سنوات وغرامه مليون درهم لمتهم روج لداعش. يباله زود هذا. اما من اخبار الغد من البيان مكتبه محمد بن راشد تم المكتبات في موقع واحد لتستضيف 100 فعاليه ثقافيه سنويه. يعطيك العافيه طويل ما شاء الله وفي الأجندة مشاهدينا يعود مهرجان قصر الحصن إلى أبو ظبي احتفالا بقرون من الثقافة والتراث والتاريخ الإماراتي العريق في نسختها الرابعة سيقدم المهرجان لزواره فرصة الاستمتاع ببرنامج إبداعي مليء بالفعاليات والأنشطة اللي تعكس روح الثقافة الأصيلة وعراقة الماضي وتبدأ الفعاليات في هذا المهرجان قصر الحصن في الثالث من فبراير وتستمر حتى 13 فبراير وسوف تكون هناك تغطية خاصة لفعاليات مهرجان قصر الحصن من موقع الحدث وذلك ضمن بث حي عبر مسائل الإمارات إن شاء الله طبعاً ترقبونا في هذا هذه التغطية واللي فيها العديد من المفاجآت. يعني الصورة اللي كانت موجودة مثل اللي يقولون جديد الصوف جديد. ولا يديد البريسن فعلا كانت حاططينها الله يعطيها العافية. الله يحفظها عندنا بعد معرض ثاني معرض خزائن أيام أبو ظبي للموضة هو معرض جماعي يضم ست مصممات مقيمات في دولة الإمارات العربية المتحدة من جنسيات مختلفة ستشارك كل مصممة بخزانتين خلال فترة المعرض جميع القطع المعروضة ستكون متوفرة للبيع مما يجعل التصاميم في متناول الجميع. يبدأ المعرض غدا الثاني من فبراير ويستمر حتى 9 فبراير وذلك بنيشن بنايشن تاور بأبوظبي. بنيشن تاور طبعا مشاهدينا ناخذكم الآن إلى جولة على موجز أخبار وزارة الداخلية في العين الساهرة. أكد اللواء محمد بن العوض المنهالي وكيل الوزاره المساعد للموارد والخدمات المسانده بوزاره الداخليه أن إنشاء معهد تدريب الضباط التابع للإداره العامه للموارد البشريه بوزاره الداخليه جاء كثمره من ثمار التطوير والتقدم التي شهدتها الوزاره في السنوات الماضيه لتدريب وتنميه مهارات ضباط الشرطه العاملين في مختلف القيادات والإدارات العامه على مستوى الدوله ورفع كفاءاتهم وصقل خبراتهم وتطويرها وزياده معارفهم في المجالات العامه والتخصصيه. كما ضبطت شرطة ابو ظبي تشكيلا عصابيا مكون من سبع اشخاص بينهم العقل المدبر رجل اعمال شرع بتزوير اوراق ومستندات رسمية بهدف التحايل لتمرير معاملات بالدوائر الحكومية بطرق غير مشروعة مقابل منفعة مالية وباسعار تفضيلية تتراوح بين ثلاثة الى عشرة الاف درهم بحسب الرائد حمدان السعيد المنصوري مدير مركز شرطة بنياز في مديرية شرطة المناطق الخارجية الذي اكد بانه تم ضبط العصابة استباقيا حيث تولى فرع البحث الجنائي في مركز شرطة بنياز التأكد من أركان الجريمة المادية والمعنوية توازيا مع وضع خطة ميدانية وكمين محكم تمثل بعد الأخذ بالإجراءات القانونية بقيام أحد عناصر الشرطة السرية بشراء المستندات المزورة بهدف ضبط أفراد العصابة متلبسين بالجريمة استقبل معالي الفريق ضحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي في مكتبه صباح اليوم السيد سامر أبو لطيف المدير الإقليمي لمايكروسوفت في الخليج وأشاد معالي الفريق ضحي خلفان تميم بشركة مايكروسوفت كشريك رئيسي لشرطة دبي ولدعمها المتواصل لها بكافة البرامج التشغيلية والأنظمة التي تعمل من خلالها كما جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين القيادة العامة لشرطة دبي وشركة مايكروسوفت في العديد من المجالات التي تدعم بيئة العمل بناء على توجيهات سعادة اللواء علي عبد الله بن عنوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة تم تمديد حملة بادر الخاصة بتجديد المركبات لمدة أسبوع آخر حيث أوضح سعادة العميد غانم أحمد غام مدير عام العمليات المركزية بأن هذا التمديد جاء بهدف زيادة توعوية كافة لسائق المركبات بأهمية وضرورة تجديد مركباتهم المنتهية وتعديل أوضاعهم خلال هذه الفترة قبل البدء في المرحلة الثانية من الحملة ألا وهي تحرير المخالفات بحق المركبات المخالفة لقانون السير والمرور مشاهدينا كانت هذه اخبار وزاره الداخليه ناخذكم الى فاصل وعوده بعد قليل مع فقره شباب الدار والابتكار لكم من جديد شباب الدار والابتكار الابتكار وتحدي حدود الواقع والخيال الجامح والطموح الذي لا يحده حدود هو ما اخذ وليد الى عالم الطيران ابتكار جديد نفتح ملفه اليوم مع فقره شباب الدار والابتكار مع خالد وليد ليواد طالب مبتكر ومخترع يا هلا ومرحبا ابو الوليد خالد <applause> والحمد لله على سلامتك واصلنا من العين وبيض الله وجهك على هذا الاختراع يعني مجرد ما نقول شباب اماراتيين اخترعوا هذا الشيء نرفع رؤوسنا فيكم نحن يا ومرحبا خالد طبعا يوم يتكلم واحد يقول العين دار الزين يعني ما شاء الله عندكم يبى الحفيد وعندكم بر ولا اروع فهل له علاقه بالبر ولا قبل ما نبدا على فكره بس انا من راس الخيمه ومش من العين والنعم كلها, نعم. كلها كلها يدرس نعم. من العين يعني من العين هو يعني من العين <applause> ما في مشكله انزين لو بتخبرنا اول شيء عن هذا الاختراع بشكل عام فكرته يعني؟ اي اوكي الفكرة هي بدأت طبعا السنة طافت كنت طالب في المعهد آخر سنة كانت لي في المعهد كنت ثالث ثانوي فكان مطلوب مننا نسوي مشروع تخرج ونسلم آخر السمستر جميل فأنا كان تخصصي في الاي تي فكان لازم نسوي مشروع يخص الاي تي الكمبيوتر هذا وكانت الافكار يعني الموجوده في التخصص الاي تي كلها يعني انه نسوي برنامج في الكمبيوتر وبرنامج على التلفون هذا المشاريع اللي دائما يسوونها لكن انا ما كان تعيبه اني ها ما كان عايب اني هالشيء فانا اكتب أسوي شيء يعني يوم الواحد المشروع يوم واحد يشوفه من برا يشده <applause> فكنت ابوي اسوي يعني ان لعبه داخل ابدا من هاوي الالعاب كتب اسوي لعبه وان الواحد يشوفها مباراه باستخدام هالنظاره. جميل. جميل، اما يعني انك انت دارس اي تي صحيح؟ هي نعم. زين شو اللي خلاك تنتقل لعالم الطيران فجاه كذي؟ يا يعني انك انت تحب هذه اللعبه مثلا هذا اللي خلاك تطورها؟ لا لان نظاره الأكلس هاي النظاره اللي هي اسمها الأكلس لان يعني لعبه الطيران شوي مناسبه لها اكثر عشان يعني حسيت انها مناسبه ان تركب بها النظارة اكثر. يعني ليش مالها تطبيق مالها تحسين انك فعلا انت داخل داخل مكان. زين فبنشوف شيء عنها ولا كيف او بتخبرنا عن اللعبه عبين. بشكل عام؟ أوكي. اللعبه عباره عن فلانكس سيميوليتر يسمونه او محاكي طيران انت يعني انت في انك انت انت كانك طيار كانك نعم. انت عايش دور كانك انت داخل اللعبه باستخدام النظاره طبعا وعندك جهاز تحكم طبعا الطيار بروح تطير انت لازم تدخل في الحلقات الحلقات مراحل تمر فيها يعني مراحل تمر فيها ولازم ما طبعا ما تدعم ما تصدم على وطبعا عندك زر سرعه مثل ما تشوف الحين سرعه لكن لازم تنتبه شوي عند اللفات انك ما تصدم لازم يمر في ضمن الحلقات هذه اي نعم ضمن الحلقات طيب اللي اشوفه انا يعني الحين انا لو لابس هذه بتم بميلي بيلي بيسلي نظام ممكن تحركها اي اي اتجاه تبغي يعني تبغي تشوف حواليك او هذا انزين والاستخدام بالجويستيك اللي هي ذراع التحكم العادي اللعبه نفسها تصميم اللعبه اللي احنا شفناها هذا من هم. تصميمك ولا كيف بالضبط؟ التصميم كله من تصميم أنا, استق... انا طبعا استعنت بناس يساعدوني ومن نعم. شويه لكن البرمجه انا كلها انا مسويها انا البرمجه برمجة نفسها حق اللعبه وكيف مجرياتها وكيف تتم انت اللي مسويها ما شاء الله زين خالد بتقول لنا كم اخذت معك فتره تركيبها وتصميمها وانك توصل لهالمرحله النهائيه يعني الحين كم اخذت معك فتره خذت تقريبا مني يعني شهر لان قبل كنت احتاج اتعلم برمجه زياده واخذ خبره في البرمجه قبل ما ابدا اسوي اللعبه ثقفت نفسك قبل لا توصل للمرحله الحين انك تكون عندك وعي في كل شيء جميل وثقفت نفسي يعني اخذت خبره في البرمجه من شويه اسال الاستاذ شوي هذا و اللعبه اخذت مني تقريبا شهر تكلفتك انت انت حطيت التكلفه ولا كان في حد دعمك مع هذه التكنولوجيا اللي درست فيه يعني تكلفتي يعني تكلفتك انت يعني عمل خاص هو قال هو مشروع تخرج صحيح, صحيح مشروع ايه تخرج لكن تكلفتك انت يعني تكلفتك نعم وطبعا هذا هذا امر 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 جميل يعني انت ما تشعر بمراقبه ولا ضغط وانما انت كنت يعني متفرغ للموضوع بشكل مم بشكل خاص هذا النوع من البرمجه يمكن نوع خاص صحيح مم تحتاج طبعا في ايضا الى من يعمل على الجرافيك ومن يعمل مم على على أشياء كثيره فانت اختصيت في هذا الجزء من البرمجه وكتابه الكودات اللي هي خاصه بالبرمجه كان شعرت ان في نفس مجالك ولا شعرت ان انت ابتعدت عن مجال الاي لان مجال الاي تي شوي يختلف كنوعيه هو مجال واسع وايد يعني فهل هذا جزء بسيط وشعرت فيه انك بعدت شويه ولا شعرت انك تعلمت ما ممكن ان ياخذك الى الطريق اللي انت تبغيه للمستقبل لا هو مجال الاي تي غالبا يعني البرمجه اشوف اهم شيء يعني في الاي تي يعني اذا واحد يعني ما يعرف برمجه يعني مو مال يعني البرمجه مهمه وايد يعني كانت مهمه وايد عشان اسوي هاللعب يعني لا وكان تحتاج خبره عاليه فاخذت وقت لين ما اتعلمها شوي لمن لجات؟ وين راح؟ ما اعرف وين راح على اساس لان هذا المجال المجال المجال, <applause> المجال مجال الالعاب الالكترونيه ليس سهل اكيد وفي نفس الوقت يعني مش متواجد عندنا بشكل كبير صح صح انا من قبل طبعا كنت اتعلم كيف اسوي العاب و ومن النت اغلب شيء فيديوهات وهذا بس هذا يعني ردينا حق عمو جوجل, جوجل. عمو جوجل ما يقصر <applause> في افلام توعويه اكيد يحطونها على هالموضوع انا عرفت بعد ان عبد الله ما شاء الله يعني حاط في باله انه يدرس امن معلومات ان شاء, شاء الله صح. على السنه الجايه اكيد ما شاء الله. ليش اخترت امن المعلومات بالذات؟ لان انا سمعتك في خلف الكواليس كنا نتكلم قلت لي انا حاب اني ادرس شيء افيد فيه وطني ويكون مختلف يمكن يكون نادر الايام هذه في مجالات وايد يختصوا فيها الشباب الاماراتيين لكن انت حبيتها شيء عشان تفيد دولتك تخبرني ليش بدات <تسوح> هاي اول شيء ان المعلومات يعني تخصص يعني انترستنج يعني سكيورتي وهاكينج هالاشياء يعني عيبتني بعد يعني غير عن الالعاب وثانيا مطلوب مطلوب يعني يحتاجون مواطنين أن يشتغلون في الاماكن الحساسه السكر الامن المعلومات هالاشياء يعني ما حد يحكر علينا بعد اليوم خلاص <applause> لا وعنده. لا جميل جميل طبعا خالد نحن نشوف رؤيه الشباب تتماشى طبعا وهي وليس تتماشى انما تلبيه لرؤيه طبعا القياده بان يكون شباب الاماراتي له ذراع في كل في كل مكان وفي كل هذا قلت لك عن العين قبل شوي وقلت لي انا راس الخيمة لا بس الحين على اللعبه انا شفت يبال فيها وش اسمه هذا منظر طبيعي راس الخيمه ولا 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 رحت مكان ثاني جبل حديد ولا راس الخيمه ولا العين ها وين رحت في يعني الجرافيك هذا قلنا على الاقل انه يكون من بلادنا من دوله الامارات والله هو كان موجود حاولت بس اسوي شيء يعني يعني ما ما ركزت على راسي بس انا اشوف جبل جيس موجود عندكم هم عدوة <applause> عدوة هو اهم شيء انه يطير في سماء الامارات اكيد وابتكار <applause> شبابي يعني رائع جدا، اللعبه هذه <applause> خلينا بتاكد من الجبال يلا اوكي خلينا نشوف ها الفيديو شوفي انا اقول العين انت العين. شو رايك عبد ونت... ها شفت عاد عاد خالد يعني تحت يا تماشيا معانا يعني <applause> مشيها قول ايوه <تصفيق> <تصفيق> لا انا اشوف شير وايد ما شاء الله جبل و... انه طالع شو رايك؟ ما ادري والله المهم عد... انه في سماء الامارات انت الطيار هي. عاد شو رايك؟ سماء, سماء الامارات, سماء الامارات بس هذا اهم شيء ربي يحفظك يا رب ان شاء الله اذا ان شاء الله الامارات تكون بهال بهالجمال طبعا ان شاء الله مستقبلا البرد البرد قام يطول عندنا اكيد والحمد لله طبعا ربنا يرد لنا الارض الخضراء هاي لان فعلا في اوقات من في وقت من الاوقات اكتشفوا ان كان في اماكن في وسط الصحراء فيها بيئات بحريه في في طبعا الامارات وشبه الجزيره العربيه صح. لذلك نحن ننتظر هذا اليوم الجميل ان شاء الله مقتنعين شاء الله. والحمد لله راضين باللي عندنا ولكن ايضا الطموح جميل اكيد فعن الطموح غير المجال الامني مم. وين انت تكون وين أكون نعم ما قلت لك مكان قيادي او مكان يقدم خدمه للمجتمع انا ما افضل مكان قيادي يعني بس ابغى اشتغل يعني ثاني المعلومات لان عايبني يعني هالشيء وايد يعني من صغري يعني اللي ما يبى المكان القيادي ان شاء الله ينوله ويبدا فيه ان شاء الله ونحن نتمنى لك كل الخير هذه اول خطوه اكيد, أكيد ان شاء, شاء الله يوصلوكم للعلالة باذن الرحمن وتحقق كل مناك ونشوف اللعبه هذه طايحه في الاسواق وكذا كنا نلبس النظاره ونطير فيها عبد الله البسه تيو <applause> لسه اطير انا فيكم <applause> مشكور ما قصيت لوجودك معنا عفو. وان شاء الله للامان باذن الرحمن ربي يحفظك يا خالد نحن بناخذ بعد ايضا معنا على تقرير عن احد امثله من الشباب اللي احنا نسميها فقره مكاني بينكم وهم اصحاب الاعاقه ولكن ليس لديهم اعاقه الحمد لله وانما تفوقوا على كثير من الموجودين في المجتمع مكتملين. صحيح. تروح ويانا؟ يلا يلا يروح معي. تعرف ويانا على خالتي مين؟ زين. يلا. اذا مشاهدينا زايد التميمي مثال اخر من اصحاب الاداره. الإرادة عفوا والعزيمة زايد تحدى الإعاقة وأثبت بكل قوة أن الإيمان بقدرات الإنسان بنفسه وتوكله على الله هو السلاح الذي سيواجه به العالم قصة جديدة تحكي عن نفسها نتابع هذا التقرير إلى عدلنا الزميل على اللولو الاعاقه ليست اعاقه الجسد بل اعاقه الروح وعندما تتوفر الاراده القويه يستطيع المرء ان يوظف قدراته ويتجاوز العقبات ويحقق النجاح مهما كبلت جسده القيود ها نحن اليوم نرى ان المعاقين قد اصبحوا فاعلين وقادرين على فعل كل شيء بمفردهم دون مساعده من اي احد ونرى من جانب اخر انه يوجد في مجتمعنا من هم صحيحو الجسد ولكن الاعاقه تكمن في عقولهم وارواحهم مما جعل تفكيرهم وتخطيطهم لحياتهم اعاقه بحد ذاتها زايد التميمي لا يسمع ولا يتكلم ولكنه تحدى إعاقته وأثبت حضوره في مجتمعه وتكلم إلينا وتعلمنا منه الكثير أنا اسمي زايد التميمي من وداد في أبو ظبي أدرس في أمريكا تخصصي دراسات صم هوايات التصوير وأسجل أسوي فيديو، السباحة، والجري. أنا أنشأت قناة اليوتيوب الخاصة بي عشان أنشر الوعي عن الصم في المجتمع. المجتمع ما يعرف عن ثقافة الصم، ما يعرف شو الإحباطات اللي يواجهونها، ما يعرفون عن لغتنا. فأنا أبغى المجتمع يعرف كيف الصم يتعامل في العائلة، كيف يتعامل في المجتمع. أنشر الوعي بينهم عن لغة الإشارة وعن حقوق, الو... عن حقوق الصم يقول الأصم يختلف مش ما, ما يتعامل نفس معاملة الاحتياجات الأخرى فأنا أريد المجتمع يفهم يعني من هو الأصم أول شيء ثاني شيء يفهم عن لغة الإشارة وشو المتطلبات وكيف ال... الإنسان السامع يتعامل مع الإنسان الأصم بالنسبة للدعم الحكومي تدعم الحكومة تقدم لي البعثة لأمريكا ومش أنا بس في مجموعة من الصم الدولة تقدم البعثة الدراسية حق أمريكا وأنا أشكر الدولة على هالشيء أنا أريد أقول للصوم أنهم لازم يتعلمون التعليم مهم جدا كان في الصوم يقولون التعليم مش مهم لكن أنا أقول أن التعليم أهم شيء عشان يتطورون في أي مجال قال التعليم يسهل لهم التواصل، التعليم يسهل التعامل مع العائله، مع المجتمع. فقال اهم شيء التعليم، اي شيء غير التعليم مش مهم. أنا أصم ومكاني بينكم فعلا مكانك بين لي. زايد التميمي بيض الله وجهك وانت عبره وقدوه لجميع الناس اللي موجوده وفئه الشباب اللي من عمرك يعني ما شاء الله عليك معجزه في تفكيرك وان شاء الله راح توصل فكرتك لجميع الناس مش بس الأصمين او حتى اللي ما يسمعون او اللي ما يعرفون يتكلمون راح توصل للعالم جميع رسالتك باذن الرحمن. طبعا ما شاء الله عليك في ابتسامته اكيد هاي تكفي بالدنيا كلها ربي يحفظها ان شاء الله. آمين, امين امين يكفوك مشاهدينا جديد الاخبار اطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدوله رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد محمد الراشد المكتوم نائب حاكم دبي المكتبة الأكبر عربيا باستثمار يبلغ المليار درهم وبمساحات تتجاوز المليون قدم مربع وبإجمالي كتب يبلغ أربعة ملايين وخمسمائة ألف كتاب بين كتب مطبوعة وإلكترونية ومسموعة وبعدد مستفيدين متوقع سنويا يبلغ 42 مليون مستفيد وتضم المكتبة التي بدأت أعمال البناء بها وسيكون افتتاحها في العام 2017 ثمان مكتبات متخصصه و 1.5 مليون كتاب مطبوع ومليوني كتاب الكتروني ومليون كتاب سمعي كما ستكون المكتبه ببنائها الضخم الذي يقع على خور دبي بمنطقه الجداف محطه لاكثر من 100 فعاليه ثقافيه ومعرفيه سنويه ومعرضا دائما للفنون وحاضنا لاهم المؤسسات المتخصصه بدعم المحتوى العربي واكد سموه في تصريح له بمناسبه اطلاق المشروع العربي المعرفي الاضخم أن العالم العربي يواجه فجوة فجوة معرفية حضارية، ولا بد من مشاريع بحجم هذا التحدي الثقافي التاريخي، وختم سموه التصريح قائلا: عقل الإنسان هو محور التنمية، والكتاب هو أداة تجديد هذا العقل، ولا يمكن لأمة أن تنمو بدون عقل متجدد وروح معرفية حية. كما بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال هيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع فخامه الهام علييف رئيس جمهوريه اذربيجان علاقات الصداقه والتعاون بين البلدين والقضايا الاقليميه والدوليه ذات الاهتمام المشترك جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم في ابو ظبي فخامه الهام علييف والوفد المرافق له الذي يقوم حاليا بزياره رسميه لدوله الامارات العربيه المتحده مرحبا سموه بزياره فخامه رئيس الاذربيجاني للدوله التي تاتي في اطار العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين وفي تعزيز وتطوير الشراكه بينهما مشيرا سموه إلى أن العمل الثنائي في مختلف المجالات يحظى برعاية واهتمام من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مشيرا سموه بأن العلاقات التي تشمل العديد من المجالات تسير وفق مبادئ الاحترام المتبادل والصداقة والمصالح المشتركة استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحه اليوم بقصر البحر معالي نينجتزي نائب رئيس اللجنه الوطنيه للتنميه والاصلاح الصيني والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حاليا وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقه والتعاون بين دوله الامارات وجمهوريه الصين الشعبيه والسبل الكفيله بزياده مجالات التعاون في المشاريع الاقتصاديه والاستثماريه بما يعكس العلاقات المتميزه والمتطوره التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وفي اخر اخبارنا اكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد ان وزير الخارجيه ان برنامج الرعايه الصحيه الذي اطلقته الوزاره العام الماضي ياتي في اطار تنفيذ الاجنده الوطنيه لحكومه دوله الامارات وتماشيا مع رؤيتها 2021 وتبني نمط حياه صحي قادر على تقليل خطر الاصابه ببعض الامراض المزمنه كالسكري وامراض القلب والشرايين موضحا ان هذه البرامج ما هو الا دلاله على حرص وزاره الخارجيه على صحه موظفيها وضرورة تبنيهم أنماط حياة صحية داخل الدولة وخارجها جاء ذلك خلال مشاركة سموه اليوم موظفي وزارة الخارجية فعاليات المشي على كورنيش أبو ظبي ضمن برنامج الرعاية الصحية حيث انطلقت الفعالية في الساعة الرابعة والنصف من أمام فندق سانت ريجس الكورنيش إلى فندق أشرتون ولمسافة سبع كيلومترات كيلو بمشاركة عدد من قيادات وموظفي الوزارات وأسرهم مشاهدينا بهذه الاخبار نكون قد وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم نراكم غدا في امان الرحمن نلقاكم على خير باكر في نفس الموعد تصبحون على الف خير